بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم محمود السيد من موقع بي برو تريدر اند فوركس تويت. النهارده هنقدم الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات تداول الخير. النهارده هتكلم فيها عن بحث السوبر. بحث السوبر الناس احنا نزلناه فيه للناس لفترة معينة، هتلاقوا على الموقع، هنزل الروابط اسفل الفيديو ان شاء الله. بحث السوبر ده عبارة عن ايه؟ عشان ناس كتير ممكن تكون مستخدمة بحث السوبر بالطريقة الغلط. الباحث هو مجرد ان هو هيأكد لك اي دخول، يعني بمعنى اصح لازم تكون انت عارف انت بتشتغل دخولك ايه او خروجك ايه، وهو بيعدد لك الباترن اللي انت بتشتغل عليها، سواء نماذج هارمونيك او نموذج السوبر اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا هو طريقته في التنزيل طبعا بينزل في الاكسبرتات زي اي اكسبرت عادي، وبناخده بنحطه، هتلاقوا اسمه سوبر بي بي تي فوركس تويت. بنختار فيه، لو انا عندي تمبلت نسيبه عادي، بتسيبه بتعمله لود، لكن انا دلوقتي كانه هو لسه جديد، كاني اي حد لسه بيستخدمه، تتك اوكي. دي العملات كلها اللي على المنصه اللي انت هتبقى بتشتغل عليها، كل العملات موجوده فيه. انت بتحدد العملات والتايم فريم اللي انت هتشتغل عليه، ده كده من اول فريم المانثلي لحد فريم الدقيقه، فانت بتختار اللي انت هتشتغل عليه. طبعا بتختار العملات وكل تايم فريم هتشتغل عليه قصاد العمله اهي، يعني مثلا اليورو دولار كده هيشتغل لي على ربع ساعه ونص ساعه والساعه والاربع ساعات والديلي والويكلي والمنثلي. بختار العملات اللي انا عايز عليها، انا مش عايز اكتر عملات، عايز اقلل كمان عن كده عشان خاطر اشيل الباوند استرالي ما ياخدش وقت في السيرش كده. العملات مثلا دي اللي هيعمل لي عليها سيرش، هتك اوكي كده، انا اخترت اللي انا هحتاج عليه. بعد كده دي نماذج الهارمونيك اللي ممكن نشتغل عليها، الاي بي سي يساوي سي تي جرادلي ايا كان، فانت بتحدد على اللي انت عايزه، ده البولش وده البيرش، فبتختار وهو برده هيعمل السيرش، مجرد ان هو هيعمل لك سيرش. انت بقى يعني هو اللي هيستخدم نموذج السوبر ده او بحث السوبر هيستريح في ايه؟ ان انا ممكن اكون محدد شغلي على الشهري او على الويكلي او على الديلي، ان انا مثلا الاتجاه اللي هو انا هدور على فرص البيع، انت هتدور على البيرش، يبقى اي نموذج يتكون لك بقى على الساعه على الاربع ساعات بيرش، انا هبتدي ان انا اشتغل معاه. حتى لو الناس اللي بتحب تشتغل سكالبنج، السكالبنج بتاعه بتشتغل من اول فريم الدقيقه لحد، ممكن يعني ممكن نحدده شغلنا مثلا على الساعة أو الأربع ساعات، ونشتغل نطلع الباترن بتاعنا من خلال ربع ساعة أو الخمس دقايق دقيقة والكلام ده. لكن أنا برشح واللي أنا بحبه أشتغل عليه دايما نص ساعة وساعة، دول تايمين فريم. ده بالنسبة للسكالب، في ممكن تشتغل أقل من كده بس أنا بحب أدخل على المنطقية الأعلى. دلوقتي إحنا بنعمل سيرش أهو، الباحث شغال سيرش بيسرش على الفرص اللي موجودة في الأزواج اللي احنا اخترناها. نشوف دلوقتي هيحصل ايه، نبتدي نركز معاه على الحاجات اللي هتبتدي تطلع. يلا هو بيسرش. منتظرين ان شاء الله تبقى يعني الباحث ده يعجبكم كلكم، هو حاجه يعني خرافيه. انا لما اشتغلت عليه يعني ريحني كتير جدا من حته التحليل او من كذا حاجه، فان شاء الله هيبقى نافع معاكم جدا جدا جدا، وهيبقى حاجه كويسه هيريحكم كتير قوي. اوريدي هو نازل دلوقتي فري على الموقع لمده معينه عشان يبقى تجربة. طبعا عشان انا عندي كذا منصة وكده فهو تقيل شوية، لكن هتلاقي الناس اللي عندها منصة واحدة ومبتختارش عملات كتير، هو بيعمل سيرش على فترة، فبيعمل يعني بيجيب فترة قديمة شوية، فعشان كده هو بيطول، يعني ممكن ياخد 3 4 دقايق 5 دقايق. ترجمة
تمام كده، كده ظهرت لنا الفرص اللي موجوده. بص دلوقتي هيظهر لنا بالظبط بنفس المنظر ده التريديبل، ده الفرص اللي احنا ممكن نخش عليها. الديفلوبينج دي الفرص اللي ممكن هنبقى بتتعمل لها بيندنج، ودي الاولد اللي هي الحاجات القديمه. خلينا في الفرص المتاحه اللي احنا ممكن نخش عليها دلوقتي. عندنا مثلا دلوقتي بيرش صفقه بيع اي بي سي، نموذج اي بي سي يساوي سي دي على الباوند نيوزيلندي. طب عايزين نشوفها، ثواني بس نلغي المؤشر ده عشان هيعكسنا شويه. الماركت بانل ديليت فلوس كده، هتك على السهم الاورنج ده هيظهر لي على طول الشارت اللي انا محتاج ان انا ابص عليه اهو. ده كده النموذج اي بي يساوي اي بي يساوي سي دي. طبعا عندنا نموذج السوبر كمان اهو. الفرصه هندخل من المكان اللي هو فيه ده دلوقتي، الستوب بتاعنا عند الخط الاحمر. عندنا 3 اهداف للنموذج دي كده. اول حاجه ده كده الباوند نيوزيلندي، فاحنا المفروض بنخش. دي الفرص المتاحه عندنا دلوقتي. عندنا بعد كده في نموذج انا عايز حاجه سوبر، مفيش حاجه سوبر متكونه دلوقتي على الاسواق اللي احنا اخترناها، كلها نماذج هرمونيك. بس انا يعني بحب الاي بي سي، الاي بي يساوي سي دي. نشوفه دلوقتي في اليورو ين برضو اي بي سي، اي بي يساوي سي دي. نشوف النموذج اهو اي بي يساوي سي دي، وده نموذج المفروض يعكس مع نقطه الدخول من هنا، الستوب هنا والكلام هنا. على فكره في حاجه عايز اوصلك، بس ده على فريم الشهري، ده على فريم الشهري عشان تبقوا تركزوا. امبارح احنا كان في نموذج سوبر ظاهر لنا على النص ساعه ودخلنا في بيع، وكنا احنا في البيع لحد دلوقتي. لو الناس اللي متابعينا فخلينا عارفين احنا بنشتغل على ايه وبنستخدم ايه. الستوب طبعا تحت الخط الاحمر. خلينا نشوف الفرص اللي ممكن نتعمل لها بيندنج اوردر. عندنا ما شاء الله يعني فرص كتير اهي ظهرت ان احنا ممكن نتعمل لها. عايزين حاجه سوبر، ده السوبر مثلا على اليورو ين بولش. عندنا اليورو ين لما ينزل هنا ممكن احنا نعمله بيندنج اوردر من المكان ده اهو. ستوبنا تحت، تارجتنا فوق. نفس ده على فريم الربع ساعه، حاجه كده سكالبنج سريعه. نشوف فرصه تانيه، السوبر على الباوند نيوزيلندي بيرش. تمام، ادي سوبر على الباوند نيوزيلندي، سوبر باي. المفروض ان هو لما يطلع هنا ان احنا نبيع بالثلاث تارجتات وستوبنا فوق. ده بقى الفكر بقى اللي انتم المفروض تدخلوا فيه، ان هو ازاي ان انا ادمج الفريمات، وان انا ازاي هشتغل على انه فريم وهدف انه فريم. يعني في نموذج كان ظهر لنا على الـ4 ساعات او الساعه باوند نيوزيلندي، دلوقتي ده نموذج بيع على الربع ساعه. طب انا الباوند نيوزيلندي همشي مع الشراء ولا همشي مع البيع؟ هو النموذجين موجودين صح، لكن انا الاتجاه العام بتاع الباوند نيوزيلندي انا شايف ان الاتجاه العام هو بتجيب. انا هستنى فرصه البيع اقوى، زائد ان دي منطقه عرض مثلا في العرض والطلب، زائد ان عند موفينج 2. فالحاجات دي كلها بتزود لنا مصداقيه للصفقه، وبتخلينا ان احنا نقول ان الصفقه دي قويه. يا رب تكون حضرتك فتكم النهارده باي معلومه، والباحث ده هتلاقوا التحميل بتاعه والداونلود هتلاقوه اسفل الفيديو. وان شاء الله رمضان كريم، وهنكمل حلقات الخير بكره، حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.